خوتي خواتاتي، ها واحد، السلام عليكم. كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. لابارتمون اللي جاب لكم الشركه العقاريه ابيتو طونجي اليوم جات في موقع اللي لي زابارتمون اللي كانوا عندنا هنايا كاملين تباعوا، وبقى فيكم الحال حيت كانوا مازي، وحتى هاد لابارتمون راه الثمن ديالها همزه. غير خليكم متبعين معنا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الثمن. فين جات هاد الشقه؟ اللي 3 البيوتا، 2 الواجهات، الصالون، السيجور، الكوزينه والحمام وغير الطابق الثاني. هاد لابارتمون راه جات مجمع العزيزيه طنجه، بالنسبه لنا لي زابارتمون الاخرين كاملين هنايا. فين جا مجمع العزيزيه اللي وليتو عارفينه؟ جا حدا مجمع الحسني، الظهر في المجمع الحسني، حدا محطه طرقيه جديده، حدا ملعب الكره بنبطوطه، حدا القريه الرياضيه اللي فيها المسبح الاولمبي وفيها ملعب التنس، حداكم مرجان، حداكم سوق الجمله ديال الحوت، وحداكم بزاف المرافق العموميه والخصوصيه، وحتى المدارس راها قريبه هنايا. هاد لابارتمون كما قلت لكم 3 البيوتات النعاس، 81 متر، في الطابق الثاني اللي ما كاينش الدروج بزاف، والعمره كامله فيها غير 4 ديال لي زيطاج، ما كاينش السكان بزاف. هاد لابارتمون فيها الصالون، السيجور، 3 البيوتا، الحمام والكوزينه. هانتوما كيف ما كتشوفوا هذه هي الدخله ديال لابارتمون، يعني اين فوا كتدخل كتلقى هاد الكلوار هذا الواسع والكبير اللي تقدر تجيكم هنايا كونسولا مع 2 ديال الفيزان، تجيكم شي بلاكارات، يعني على حسب نتوما كيفاش غادي تبغي تفرشوا هاد الدخله ديال الدار. على شي جات واسعه وكبيره راه تقدر تجيكم فيها هنا بزاف ديال الديكورات. وعاد كاين كلوار الاولاني اللي كيجمع ما بين الكوزينه والحمام، وعاد كاين داخل السيجور و3 البيوتات النعاس. كيف ما شفتوا الدخله ديال الدار كامله فيها هاد النوعيه، هادي الزليج درتو في الدار كامله في الدخله، يعني غير في وسط الدار عملنا هاد الزليج هذا. وعاد كاين الصالون، دابا دوروا معايا باش تشوفوا الوسعيه ديال الصالون اللي تبارك الله واسع وكبير، اللي يقدر يهز لكم شي 5 ولا 6 ستادر بالكتاره ديالو، 2 الكوانات، طبله كبيره، الميسيتات. وعاد هذا الرخامات هادو اللي هي دارتهم، ما كانوش هي دارتهم، تقدروا تعملوا فيهم شي ديكورات. يعني الصالون ديالنا كيف ما لاحظتوا راه كبير وواسع وكيطل على الشارع اللي جا في وسط المجمع، يعني بيوت النعاس والصالون كاملين كيطلعوا على الواجهه ديال الشارع. واخترت انها تبدل الطيقه كيكون نورمالمون ديال الخشب، هي عملاتهم ديال الالومنيوم والزاج باش هكا كيوكيو، يعني كيكونوا مودرن. الصالون ديالنا كيف ما شفتوا هو كامل مزلج، اما من ناحيه القبص اخترت انها دير القبص الحسبي، يعني غير البيض، تقدروا نتوما ديك الساعه تذوقوه كيف ما بغيتوا. وحتى هذا القوس هذا حتى هو راه ماشي منقوش، يعني تقدروا نتوما من بعد اذا بغيتوا تنقشوه كيف ما بغيتوا، اولا تصبغوه على حسب كل واحد وكيفاش غادي يذوق الدار ديالو. كيف ما قلت لكم الصالون الدخله ديال الدار، وعاد كاين هنايا الكلوار اللي كيجمع ما بين الكوزينه والحمام، كلوار اللي واسع. تقدروا مثلا من بعد اذا بغيتوا تعملوا التلفاز هنايا، اذا بغيتوا ديروا التلفازه على حساب الصالون، ما بغيتوش راه عندكم واحد الاسباب اخر سيجور فين ديروا التلفازه. دابا يلا نشوفوا الكوزينه. الكوزينه حتى هي تبارك الله واسعه وكبيره، جاي دايره هكا جات طويله وكتخرج للبالكون، فيها هاد لورنيه هادي من الطرف حتى للطرف، يعني تقدر تهز لكم كاع الماتيريال ديال الكوزينه. وعاد فيها البلاكارات من تحت لورنيه، وعاد الفوق اذا بغيتو مثلا تزيدو شي بلاكارات على حسابكم نتوما، على حساب كل واحد وكيفاش غادي يبغي ديكوري الكوزينه ديالو. هنايا راه تقدر تجيكم ثلاجة، يجيكم شي فران على حسابكم، حيت هنايا راه المساحه تبارك الله راه كبيره، راه تقدر تهز لكم كاع الالكتروميناجي ديال الكوزينه. وعاد عندكم البالكون اللي كيطلع على الواجهه الثانيه اللي هي وسط العماره، وبالحق الباتيو ديال اولا لاكور ديال العماره راه واسع، تقدر تهز لكم تما ماكينه تصبيغ، سخان ديال الضو، يعني غادي تهز لكم شي ماتيريال من الكوزينه. ودابا غادي نمشيو مباشره باش نشوفوا الحمام. الحمام هو تبارك الله واسع كبير كيف ما شفتوا، فيه البانيو ديالو، فيه التواليت، فيه الزليج حتى للسقف، وعاد كاينه الطاقه التهويه اللي كتخرج من الزنقه، يعني هكا اذا فتحتوها وهذاك الربو كامل اللي كيكون في الحمام راه كيخرج للزنقه، يعني ما كتغمل لكم ما كتكحل لابارتمون ما والو. السيده ملي جات لابارتمون ما عمرها صبغاتها، انتما كتشوفوا السقف كاملين ما فيهم لا كحوله لا بروده لا حتى شي حاجه. وهنا كنلقاو لابارتي الثانيه ديال الدار، كاين هاد السيجور هذا
تخلي واسع وكبير تبارك الله، يقدر يجيكم يا اما كنابي سو فورم دو ال، يا اما تعملوا طابلا مونجي بحكم انها جات مقابله مع الكوزينه، يا اما تعملوا السدادر. المهم نتوما كيفاش غادي تبغيو تفرشوا هاد السيجور هذا، حيت راه تبارك الله حتى هو واسع، حتى هو مزلج كامل كيف ما شفتوا بهاد النوعيه هذه ديال الزلاج، وجات المساحه ديالو كبيره. وكيف ما قلت لكم حتى اذا ما بغيتوش تعملوا التلفازه في الصالون، كيمكن لكم تعملوا هنايا التلفازه، راه عندكم لاستالاسيون ديالها، تقدر تعملوها غير معلقه هنايا، اولا تعملوا شي موبل تيفي حيت راه كاين المساحه ديالو، الحيط راه واسع، تقدروا تعملوا هنايا موبل تيفي اللي يكون عندكم قريب للصالون اولا للطابله مونجي اللي غتعملوا هنايا. واذا لاحظتوا بيوت النعاس كيعجبني هاد الستيل او هاد ديزاين ديال بيوت النعاس، كيكونوا مطرفين على الصالون على الدخله ديال الدار. هاد الكماله ديال السيجور كتجمع لك بيوت النعاس، يعني كدير الماكله هنايا مع الكوزينه والصالون، وكتبقى عندك سيباري ما بين الصالون والكوزينه والحمام، والبيوت ديال النعاس ديما كيبقاو نقيين. دابا ندخلوا على بركه الله الاول شومبر عندنا. اذا لاحظتوا راه شومبر كبير واسع تبارك الله ضاوي، علاش؟ حيت راه الطاقه هابطه، وعاد المساحه ديالو معتبره، راه تقدر تجيكم كاما ديال جوج الناس بالكوكيتات، راه مجبيهم كاينين البريز وعاد الصاروت ديال الضو اليفيا، يعني تقدر تعلو من هنا وتطوي من هنا اذا جبتي الكاما ديالو، اولا اذا بغيتي تعمل جوج ديال الكامات سيباغي، هنا تجي كاما وهنا تجي كاما، وعاد تقدروا ديروا بيناتهم شي بيرو، وعاد في الاتجاه المقابل غادي ديروا الماريو او التلفازه، يعني حسبكم نتوما وكيفاش بغيتوا تفرشوا هذا البيت. حتى هو فيه القبس حسبي، وكيف ما قلت لكم راه ما عمرها تصبغات، يعني راه ما فيها لا غموله لا كحوله لا والو، الثمن ديالها جد جد معتبر. سريع الاتصال. هنايا تلقى في عاود الشومبر الثاني، حتى هو واسع وكبير، وحتى هو فيه لانستالاسيون ديال الضو ديالو، ديال جوج ديال البريزات ديال الضو، الا بغيتو تعملو كوكيتات او لا تهدا تعملو بيت العواول، كنظن المساحة هذا قدها قد البيت اخر، او هذا كبير شويه كنظن. المهم راه جاني المساحة كبيرة، وحتى هو ضاوي، واخا اليوم الصراحة الله الغيام البرد والغيام، وبالحق هانتوما كتشوفو ما شاعلينش حتى الضو، وشعلة اضاءة تبارك الله داخلة الغرف ديال النعاس، وعاد اذا كان الشمس يا سلام الشمس راه كتوصل حتى لقلب البيت. دابا باقي لنا واحد الشومبر باش نشوفوا الوسعيه ديالو ونشوفوا الصاله ديالو. حتى هو هاد الشومبر هذا حتى هو راه جاني كبير تبارك الله، ثلاثه البيوت هاد النعاس جاوني في صاله وحده، وتا هما كاملين بهم، يعني كاين بوسيبيليتي انك تصور اي واحد فيهم بغيتي دير الشومبر ديال النعاس الرئيسي كيمكن لك، يعني عندك البلايص ديال البريزات ديال الضو، عندك اليفيان ديال الساروت ديال الضو، يعني كاملين بهم تبارك الله واسعين ضويين. هذه هي الوجهه الثانيه، وشوف راه الغيال وتبارك الله الابارتمون ضاويه، راه جوج الواجهات كتكون مشمسه في الصباح من الصالونات وبيوت النعاس، وفي العشيه مشمسه من جهه ديال الكوزينه والبيت الثاني. ثلاثه ديال الغرف، صالون سيجو الدخله ديال الدار الواسعه، الكوزينه بالبالكون، وغير الطابق الثاني فيها 81 متر. نفكركم غير في الموقع، راه جات في العزيزيه طنجه، بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش العزيزيه طنجه فين جات، راه جات ظهر ديال مجمع الحسني اللي كما كتعرفوا هذه البلاصه هذه فيها السوق القرب، قريب ليها السوق ديال الجمله ديال الحوت، قريب ليها المحطه الطرقيه جديده، قريب ليها ملعب الكره بن بطوطه، يعني اذا بغيتوا تاخذوها تسكنوا فيها راه كتبقى قريبه للمدارس العموميه والخصوصيه، بغيتوا تاخذوها باش تصيفوا فيها كتبقى قريبه للمطار وقريبه للمدينه، بغيتوا تاخذوها كاستثمار للكرة هنا الثمن كرائيه مرتفعه، ولي زابارتمون في ايطاج الاولاني والثاني دغيا كيتكراو، فهذه كتبقى همزه وفرصه شنو ما بغيتو ديروا بها. الثمن المفاجاه ديال هاد الشقه هذه هو 66 مليون فقط. ايوا كيف جاتكم الثمن، همزه ولا ماشي همزه؟ فاذا عجبتكم سارعوا الاتصال هذا الرقم اللي كاين على الشاشه، عطونا هذا الريفيرونس هذا الرقم اللي بالاحمر باش نعرفوكم كتبغيو معلومات على هاد الشقه، تجيو تشوفوها وتاخذوها على شلة. نتوما غير تواصلوا معنا وان شاء الله ما يكون غير الخير. خوتي وخواتاتي الله يسهل عليكم باش ما كتمنوا يا ربي
يسهل عليكم تديروا الدور ديالكم، ويفتح لكم باب الرزق، ويسهل لكم في اللي كتمناو يا ربي. واقول امين، ونهاركم مبروك.